احنا يعني احنا كلنا واحد، مهما اختلفت انتباهاتنا السياسية ومهما اختلف وجهات نظرنا، فاحنا في كلنا في نظر اللي بيحكم دلوقتي احنا كلنا بالنسبة له واحد. مهما اختلفنا عن الاطار اللي هو عايز يحطنا فيه، فاحنا كلنا في الاخر بالنسبة له ما فرقش معاه انت ليبرالي انت اشتراكي انت ايه، طالما انت ضده او انت بتعمل حاجة هو مش عايزها، فانت بالنسبة له واحد، مش هيعاملك احسن ما بيعامل حد تاني. فالنهارده انا يعني تجربه سياسه واقتصاد الواحد لما سمع النهارده عنها، انا ما كنتش متابعها قوي في الفتره اللي فاتت، فلما سمعت من خلف عنها دلوقتي ومن الزملاء اللي اتكلموا، الواحد فتحت دماغه على حاجات كويسه قوي، وفكرتني بحاجات كنا عاملينها عندنا في الكليه. عندنا كانت قضيه ناس عندنا محبوسه، عملنا اعتصامين قبل كده في الكليه، عملنا اعتصامين قبل كده في الكليه، كان كل اعتصام تقريبا كان لمده السنه اللي فاتت والسنه اللي قبلها، كان كل الاعتصام لمده اسبوع، واللي ادت في النهايه للافراج عن زمايلنا. كان عندنا تقريبا 10 زمايلنا كانوا مقبوض عليهم، وفي نهايه الموضوع ادت الافراج عن زمايلنا. المشكله اللي احنا فيها دلوقتي في كليه هندسه هي مشكله اللائحه اللي الكليه حطها. اللائحه الكليه وكيل الكليه دكتور علي جبر حط لائحه داخليه بديله عن اللائحه الطلابيه اللي احنا ماشيين بيها في الفتره الحاليه. احنا من زمان جدا كنا عايزين نمشي بلائحه، وطلبنا منه ان احنا نعمل لائحه داخليه اساسا للكليه تزود لحقوق الطلبه مش تنتقص منها. فكنا عايزين نعمل حاجات، فهو قال لنا لا، انا اللي بيني وبينكم اللائحه، انا مش هتغير ومش هعمل اي حاجه تنافي اللائحه اللي انتم ماشيين عليها دي. معايا يا جماعه؟ فقال لنا مش هعمل اي حاجه تنافي اللائحه اللي احنا ماشيين عليها دي. فمن من من حوالي اسبوع كده طلع لائحه جامعة الاتحاد وجامعة الانشطه، وقال لنا يا جماعه اللائحه اللي انا عاملها دي لائحه استثنائيه هنمشي عليها لمده 3 شهور عشان خاطر الظروف اللي احنا بيحصل بيها وظروف الكليه. والمشكله اللي عندنا مبنى، لو تعرفوا في اقسام النهضه عندنا مبنى دور كامل تعليم تعريفا تكلفته 15 مليون جنيه دور اتحاد في الكليه. فقال لنا ده بسبب اللي بيحصل ده، انا عامل لائحه داخليه تنظم كل حاجه داخل الكليه. فمنها الثلاث يعني المضمون اللائحه دي بيتلخص في 3 حاجات اساسيه اللي احنا اعترضنا عليهم. اول حاجه منع اي مظاهره او اي اعتصام او اي وقفه، داخل الكليه. ثاني حاجه منع اي نقاش سياسي او حزبي، داخل حرم الكليه. ثالث حاجه لو اي نشاط داخل الكليه حابب يعمل اي ايفنت او اي نشاط داخل الكليه، فلازم يستاذن اداره الكليه في العالم عامل نشاط لطلب النشاط من قبلها باسبوع. طبعا الكلام ده احنا رفضناه رفضا شكلا ومضمونا، ونزلنا بيان بكده كاتحاد طلاب، وطلبنا وبعتنا مذكره للدكتور علي جبر وكيل الكليه بنرفض فيها الكلام ده كله، ونقول له احنا كنا بنطلب لائحه عشان نزود حقوق الطلبه، تقوم انت عاملها، انت بتحط نفسك دلوقتي في مواجهه الطلبه. كل اللي احنا ما نقدرش نعمل حاجه، احنا ممثلين على الطلبه، والطلبه بترفض الكلام ده شكلا وموضوعا، ومش هنقدر نعمل فيه اي حاجه. الموضوع ما فيه ان احنا الفرق عندنا من اي كليه ثانيه او يعني اغلب الكليات العمليه، احنا عندنا الدراسه لو فوتت محاضره واحده بتفرق معاك كتير قوي. يعني لو فوتت اي محاضره او اي سيكشن تفرق كتير قوي. فاحنا اللي احنا فيه دلوقتي احنا عندنا 3 دفعات في الكليه عاملين اضراب، دفعه 4 اتصالات وربع الدفعه 3 اتصالات والدفعه الثانيه باب، عاملين اضراب عن الدراسه وكل يوم في مظاهرات. انا رابعه مدني بس ما بحضرش، انا معاهم يعني ما بحضرش اي حاجه معاهم، فعاملين اضراب وان شاء الله عاملين فعاليات جايه كثيره قوي، يتمنى ان اي حد يحب يشارك فيها معانا. الامانه الوحيد ان شاء الله هيبقى في الاجتماع اللي هيبقى بكره مع وكيل الكليه وعميد الكليه، المجتمع مع اتحاد الطلبه وكل ممثلي الانشطه الموجودين في الكليه. ان شاء الله بعد الاجتماع ده هنبدا نحدد اذا كانوا هيستمروا على موقفهم في اللائحه اللي هم حاطينها اللي احنا رفضناها شكلا ومضمونا. لو استمروا على موقفهم ده فاحنا هنعمل اضراب والاعتصام في الكليه. فان شاء الله يعني قريب جدا هتسمعوا عن اعتصام تقريبا في كليه هندسه استمرارا لاعتصام في سياسه الاقتصاد.